وبركاته. صباح النواميس، صباح التحديات، صباح أمطار وخير وبركة إن شاء الله. هكذا المسيرة تسير والأشواط تسير. اليوم هو يوم الإذاع، اليوم هو يوم الإمتاع، اليوم هو يوم الأمطار، اليوم هو يوم الغيوم، اليوم هو يوم خاص بهذه المنافسة لأصحاب السمو والشيوخ. المسيرة تسير والشوط ينطلق على بركة الله وتوفيقه، حاملا في طياته هذه الأسماء الكبيرة. شكرا للقائمين والداعمين والمساهمين. مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة إلى تعداد هذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن التحديات. هنالك المركز الأول والصدارة والقوة، هذا الاسم الكبير، إنه اسم كبير مع التحديات والإثارة الشاهين لهجن الشحانية. وهنالك أبو سالم جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، من يضمره ويقود، بطل من ابطال التاريخ. بينما الدور دور المركز الثاني، الوصول والقوه هنالك من التحديات، هنالك البدع الواصل والمتحدي، البدع الواصل لهجن الشحانية، حمد بن علي بن حلفان المري الواصل والمنطلق مع مسيرة ومتابعة هذا البدع الرائع والمميز. بينما هنالك الوصول والانتقال من المركز الآن الثالث، يا له من اسم ويا له من لون جميل. هنالك مطفوق لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم العملاق الوهيبي، من يضمره ويتابعه. يا سلام يا سلام على هذه اللوحة العنابية، يا سلام على هذه اللوحة الجميلة الوطنية القطرية التي تقود مسيرة هذا الشوط. ها هنا الأربع الكيلومترات ما تبقى عن الناموس، بينما هنالك باروت. الله 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 لهجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي في عملية التضمير. بينما آخذ بدوري الزاوية الأخرى وما تحمله لنا، ها هنا اسكندر لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هو من يتابع. اسم اسكندر مع التحية. هذه هي الأسماء المتقدمة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى قمة هذا هرم هذا الشوط. يا لها من لحظات جميلة وسعيدة، وهذه التحديات والكوكبة الثلاثية. ها هنا عبر الريان والقنوات المتابعة والناقلة لهذا المحفل التراثي الرائع الكبير. شاهين يا شاهين يا بن فاران يا شاهين، هذه هي المسيرة تسير. شاهين والأسماء الكبيرة والذيب. الله 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 الله، القوة هكذا وإلا فلا. التحية هو تاية والأسماء الكبيرة الواصلة المقدمة والصدارة مع المركز الأول. هنا شاهين لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري في المتابعة، بينما الوصول الكبير من قبل تاية. وتاية هذا تيهنا معاه وانتقل نقل سريعة الى المقدمة الان لهجن الشحانية، وايضا متابعته من العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الان مع المركز الاول. بينما على المركز الثالث هنا اللحظات ايضا الجميلة مع البدع لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري مع المركز الثالث. بينما باروت وصل على رابع الأسماء لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي في عملية التضمير. بينما الدور دور المركز الخامس الواصل والمنطلق الباحث أيضا عن ناموسي ومسيرتي هذه المسيرة، إنه مسعف لهجن الشحانية. وهنالك المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الواصل والمنطلق أيضا والمتابع لهذه الأسماء الكبيرة والرنانة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى هذا
باسم الكبير مع المقدمة شاهين وتاية، شاهين وتاية ما شاء الله. يتبادلن هذا الاسم الكبير، يتبادلن المركز الأول، وتاية يبدو أنه تاية بفارق بسيط على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هو المتابع، وهنالك اسم شاهين، اسم شاهين ما شاء الله المنطلق والمندفع مع التحية الكبيرة والتسللات الجميلة. ها هنا لحظات لهجن الشحانية الواصل، بينما متابعته من ابو سالم جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فران المري الواصل والمنطلق، وهنالك الوصول. الله يا هذا الشعار، يا هذا الشعار الكبير الواصل. ما هذه اللحظات الجميلة، لحظات التسلل. ها هنا محلل للشيخ محمد بن محسن لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل ثاني حمد بن لزوح المري في المتابعة والتضمير. الله 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 الله، شوفوا التغيير، 1500 متر، 1500 متر. ومحلل بدأ يحلل مسيرة هذا الشوط، بدأ يحلل هذا التحليل الناجح إلى مقدمة الشوط، وينطلق 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 إلى المقدمة لسعادة الشيخ محمد آل ثاني. ها هنا التحية لأحد مضمرين حمد بن زيوح المري الواصل والمنطلق مع التحية الكبيرة. ها هنا المسيرة تسير، المركز الثاني، أرى شعار كبير، أرى اسم كبير، أرى أيضا الأسماء الواصلة بكل قوة. حرب، الله يا حرب، الوصول، الوصول أيضا من حرب لهجن الرياسة راشد بسم المنصوري مع التحية الكبيرة. لحظات التسلل، لحظات أيضا التغييرات السريعة الواصلة والمندفعة أيضا مع خوف لهجن الرئاسة محمود محمد بن سالم الوهيبي. أين الناموس يذهب؟ ويبدو أن محلل، يبدو أن محلل هو الأقرب، هو الأقرب للناموس، هو الأقرب للناموس، هو الأقرب للتهاني لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل ثاني حمد بن لزيوح المري. هو المتابع، هو المضمر لهذا الاسم الكبير والقدوم الكبير، القدوم هنا أيضا لاسم اسكندر، الاسم القادم بكل قوة، اسكندر لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الأولان، بينما على المركز الثاني اللحظات والتسلل الكبيرة. تايه 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 واصل بكل قوة لهجن الشحانية، وأيضا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الواصل والمنطلق والمندفع، وكذلك الوصول من هذا الاسم، اسم غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. هنا 300 متر النهاية، يا سلام، اسكندر تايه تايه، اسكندر الناموس وين؟ السلام وين؟ التحية وين؟ يبدو انها الرياسة، الرياسة، سلام رياسي، سلام سلام دولة الامارات العربية المتحدة. ها هنا النقطة الخامسة مع الرياسة، مع الرياسة، مع الحمر، مع التحية، ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي ما شاء الله. هذه لحظات الوصول، هذه لحظات السلام، ناموس صباحي رياسي مع القوة والتحية. أيضا اسكندر مع المركز الأول، لهجن الرياسة محمود محمد بن سالم الوهيبي وفي المركز الثاني. تاية لهجن الشحانية سلطان محمد بن سالم الوهيبي وفي المركز الثالث. المركز الثالث السقب، المركز الثالث كان الوصول كبير من هجن الشحانية مع اللحظات الرائعة والمميزة. غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية وفي المركز الرابع. المركز الرابع كان الوصول من غزيلان لهجن الرياسة مع علي بن يمين الوهيبي وفي المركز الخامس. المركز الخامس اللحظات الجميلة من حرب لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، رأينا القوة ورأينا السلام، رأينا التحية، رأينا الناموس، وسلام رئاسي بلون دماء النواميس. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، النقاط تتكرر والخير يتكرر. على البركة والإعادة السريعة من مخرجنا مشكورة، فليتفضل على الإعادة الآن. 9 دقائق
25 سبع اجزاء من الثواني اسكندر لهجن الرياسة التهنئة لمحمود بمحمد بسالم الوهيبي بينما حل في المركز الثاني فكان تايه لهجن الشحانية وسلطان بمحمد بسالم الوهيبي 9:26 تسع اجزاء من الثواني بينما من احتل المركز الثالث فكان من نصيب غشام ايضا لهجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية التوقيت 9:27:3 من الثواني ايها الاخوة الكرام تهانينا والناموس لكل